نلعب في باك؟ يلا. يطلع علينا يا ماين، يمكن حدا يشوفنا. ماين لا لا لا، بهلا ماما لا، بدون ما حدا يشوفنا. مش ماما، صديق يشوفنا. بسرعة نهرب نستخبى. طيب يلا مرة. مرحبا، شو بتعملوا؟ مالكم هذا الزاكي؟ من عمه. مين اعطاكم اياه؟ احنا شاطرين. انتوا شاطرين، اعطاكم اياه عمه. اوكي، بنلاقيك على البيت. اوكي يلا باي. صح ماما، ما عدت احنا فرح، خلينا نروح نسرق. يلا انا call your mother. لا، اتصلوا علي بالدكان وبيحكوا لي سوار قاعده بتسرق. اذا صاحب الدكان مش شايفكم، ربنا بشوفكم. صح بس انا اسفه يا ماما، ثاني مره ما راح اعيدها. انا بعرفك شاطره سوار، انا ما هيك علمتك ماما. طيب اني كنت بمزح عليك عشان ما تعرفي انت بتشكرينا، بس انت انا اسفه يا ماما. طيب ماشي، هالمرة رح أمشيها لأنها أول مرة ورح تكون آخر مرة، ثاني مرة ما تعيدوها. أوكي، هلأ بشتركم بفلوس. احكولي ماما أنا بدي بشتري لك بفلوس، ما تجي تسرقوا.
تعالي اشتري لك بفلوس انت وادم، لانه انتم ما رح تعيدوها. اوكي يلا، شو اشتريتوا؟ اشترينا هذا فراوله، وادم مع اسئله. يلا هاي هديه لانكم بدكم تصيروا شهر. اولاد يا حلوين، عيب تسرقوا. ولما ماما لما بدنا نروح نشتري نسال ماما، حرام، بس احنا بنمثلكم. اوكي يا وانا ممنوع تاخذوا تسرقوا. تاني مرة انا تأسفت لماما، خلص لازم ندفع فلوس يا حدود. وعشان هيك انا اشتريت لكم واهديتكم هدية عشان ما تعيدوها. اوكي يلا باي يا اطفال يا حلوين، اعملوا لنا سبسكرايب، لا تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب. يلا احكي باي ماسا. باي ماسا. باي ماسا. مع السلامة.